انت رح يجي الوقت بتقوله خلص صار الوقت انه انا بلش مؤسستي او شركتي الخاصة. That's it. I'm starting my own company. شو هي الأمور يلي لازم تصير لحتى أنتوا تاخدوا هيدا القرار؟ كتير مهم نحنا نعمل هيدا الـ exercise of self-reflection أو نقوم بالتفكير والتحليل جوات حالنا لنشوف أمتى رح نكون مستعدين لناخد هيدا القرار ونبلش مسيرتنا الحقيقية بريادة الأعمال. هلأ خلينا نحكي شوي عن الـ definition of an entrepreneur أو يلي كمان رح تساعدنا نفهم أكتر شو هي ريادة الأعمال. الـ entrepreneur أو رائد الأعمال هو شخص بيسعى لتحقيق فرصة خارج الموارد يلي هو بيقدر يتحكم فيها. هيدي الفرصة ممكن تكون عدة أمور. ممكن تكون a truly innovative product يعني عن جد منتج مبتكر، ممكن يكون مثل تسلا وقتها بلشوا سيارة ما بتعوز الفيول العادية اللي كنا نحنا بنستعمله. devising a new business model يعني نحنا نقدر نطلع مصاري بطريقة مختلفة مثل مثلا اوبر يلي هن اكبر شركة تاكسي بالعالم بس ما بيملكوا ولا سيارة تاكسي، وهن البزنس موديل تبعهم هن بيقططعوا جزء من transaction يلي بتصير بين شوفيريت التاكسي يلي بيملكوا السيارات والركاب يلي هن بيعوزوا بس الاوبر بلاتفورم لحتى يلاقوا الرايد تبعيتهم أو السيارة تبعيتهم. ثالث شيء ممكن يكون نحن عم نخلق a better or a cheaper version of an existing product مثل بالأيرلاينز أو شركات الطيران. وقتها خلق كثير شركات طيران كانوا أرخص، كانوا ما بيقدموا ميل على الطيارة يعني ما بيقدموا غداء أو عشاء أو وجبة بنفس الوقت، كان في إذا بدكم طلعوا شنطة مثلا بيشرجوكم عليها زيادة، فهن كانوا قادرين يأمنوا رحلة بسعر أرخص. بنفس الوقت كان في كتير ناس بحاجة لأنه يسافروا بتذكرة أقل سعراً، وهيدا شيء cheaper وأحسن لكثير من الناس، أرخص وأحسن. وآخر شيء targeting an existing product to new sets of customers يعني مثلاً إذا بتتذكروا خلق الترند مش من كتير زمان هي coloring books for adults. كنا بنعرف انه اولاد صغار بلونه كان عندهم كتير كتير كتب تلوين، ولكن مش من زمان صار في whole line of books يعني سيري كامل للكبار لحتى كمان يلونه. فخلقنا بزنس موجودة اللي هي التلوين بس لا new customer segment اللي هن بدل الصغار عم نحكي كمان هلأ صرنا عن الكبار. فهو الانتربرنور شخص بيشوفه للفرص بالأربع أشكال تعولة وبيقتنص هو للفرص لحتى يخلق مؤسسة وشركة. بيخلق هيدا الشركة من دون ما يكون عنده وصول على موارد معينة، يعني بيخلقها using bootstrapping يلي هي انه انا يكون عندي عن جد كتير موارد قليلة، مصاري قليلة، موجودات قليلة، أشخاص قليل عم بيساعدوني، بس عم نعمل كتير من وراء هيدا الشيء. ثم منخلي الإكسبانديتشرز أو تكاليف to the bare minimum يعني بتكونوا كتير كتير قليل بس الأشياء الضرورية لحتى نقدر نحقق شيء أكبر فيهم. وبنفس الوقت بعد فترة منصير منسعى لحتى نوصل للموارد اللي معنا إياها مثل التمويل أو الفاندينج الخارجي لحتى نقدر نكبر ونتوسع ونوصل بشركتنا للرؤية والطموح يلي نحنا بدنا اياه. هلا كيف بدنا نبلش ستارت اب؟ هيدي فاوندرز اند فاندرز بيحكوا انه في عنا طريقة معينة بنقدر نبلش فيها ستارت اب تاعتنا او شركة ناشئة. اول شيء live in the future ahead of your time يعني يكون عندكم رؤية مستقبلية، شوفوا انتو شو العالم رح يكون بدها بعد فترة، شو الشيء يلي منه موجود بهالدنيا ويلي العالم بحاجة لإله. اكتبوه وبلشوا فكروا بكتير أفكار عديدة وبعدين عملوا نموذج أو بروتوتايب. هون أكيد نتذكر design thinking. فرجوا هاي البروتوتايب لميت شخص ومن بعدها خليكن عم بتقلبوا بهذا البروتوتايب لحتى يصير يكون منطقي للعالم يلي عم فرجوني. من بعدها فيكن تلاقوا كوفاوندر أو شريك يأسس معكن هيدي المؤسسة وبتسجلوا شركتكن
وبتفتشوا على تمويل بعد ما يكون صار عندكم minimum viable product أو شيء تقدروا تخلوا العالم يستعملوه. من بعدها you launch your business، يعني بتطلقوا شركتكم بتخلوا كل العالم يعرفوا فيها، ببلشوا الماركتينج وبتبلشوا تلحقوا الأشخاص اللي عم يستعملوا المنتج أو الخدمة تاعتكم وبتشوفوا هل هن مبسوطين فيها، هل هن عم يرجعوا يكونوا loyal customers أو عملاء وفيين. إذا إيه فلازم تكفوا بالمسيرة تبعيتكم وتجربوا توصلوا لألف مستخدم، وإذا لا بدكن تغيروا شيء وتعملوا launching again، منغير شيء بالمنتج أو الخدمة ومنرجع نطلق الشركة من أول وجديد. Airbnb أطلقوا الشركة ثلاث مرات مختلفة لحد ما زبطت معهم، ومن بعد ما نصير عنا أول ألف مستهلك لازم يكون عنا هدف أنه نضلنا عم نكبر بشكل كتير سريع، وأكيد هيدا الشيء مثبت من شركات ناشئة أكتر شيء كانت بيز بأمريكا بس نقدروا يعملوها. فهذا نموذج يمكن شوي طموح ولكن ممكن تحقيقه. حطوا لحالكم أهداف شوي صعبة لحتى يكون عندكم دايما حافز يشتغل أكتر وأكتر، كانوا يكبروا 5% كل أسبوع، بنسبة 5% كل أسبوع، وبيضلوا يكبروا يكبروا لحتى يصير عندهم ملايين من المستخدمين. أنا حابة لكم أنه نحن دايما we should dream big، يعني لازم نحلم ومش نحلم بطريقة صغيرة، حلموا بطريقة كبيرة. ومش سهل أن نحن نبلش كبار، مشان هيك بدنا نبلش صغار، وهذا الحلم الصغير بده يوصل لحلم أكبر وأكبر. هلأ أكيد هذا الشيء مثل ما قلنا it's based على سيليكون فالي، يعني بأمريكا بكاليفورنيا بالباي أريا هيك بيشوفوا الستارتابس وهيك بيعملوا ستارتابس. مش غلط نحن كمان نفكر مثلهم، مش غلط نحن انه نسعى ونشتغل حتى نكون ناجحين بنفس الطريقة. ولو ما نجحنا هلأ بنشوف انه فينا دايما نرجع نعيد ونكون احسن مرة بعد مرة، مثل ما Airbnb جربوا اكثر من مرة لحد ما نجحوا. ما ضروري نحن بس نلاقي مشكلة ما حدا جرب يحلها من قبل او في شيء منه موجود، فينا كمان نحن يكون عنا شغلنا وشركتنا ونجاحنا ونعمل الاموال وثروات ونفيد الاقتصاد ونفيد الناس اللي رح يشتغلوا معنا، انه نعمل copying او نجيب خدمة او منتج موجودين ونعملهم احسن، اللي هي not cheaper or better service. وهون كمان funders and founders بيحكوا كيف فينا نعمل هالشي بتشبه هيديك، بس الفرق هون انه انا بدل ما لاقي شي بعده منه موجود والعالم بدياه بالمستقبل، بلاقي product هلأ ناجح بس بعده منه بالكواليتي او بالجودة المطلوبة. بفهمه اكتر، بصير بستعمله، انا بعمل ريسيرش بشوف الكاستومرز شو الفيدباك تبعهم وبكتشف طرق لحتى انا حسنه، وبعدين بعمل بروتوتايب بهيدي الطريقة الاحسن، بلش فرجيها للناس، برجع بحسن فيه، بطلقه بلاقي شريك معي كمان يفوت، منبلش منطلع مصاري، منسجل الشركة ومنبلش نبيع هيدا المنتج أو الخدمة ونعمل مصاري أكتر وأكتر وأكتر لحد ما يصير عنا عدد مستخدمين كبار، ولحد ما نعمل شيء اللي هو ultimate goal عند الانتربرينورز يسميه initial public offering، أو إنه يصير شركته مساهمة ويصير أي فرد بيقدر يشتري سهم بهيدي الشركة. وهيدا it's the biggest exit for entrepreneurs، هيدا دليل نجاح عادة بالentrepreneurship. بس بدي قلكن يا انه مع انه هول الستبس او البروسيسز هيك شكلهم سهل وانه نمشي خطوة لخطوة، بالحقيقة الامور منا هيك، بالحقيقة ريادة الاعمال منا بهيدي البساطة.